يعني ما كانش قادر يستنى لما لو محمد يتصرف ويعمل اي حاجة يرجع لي بيها حقي. وانتي ليه بتفترضي ان اللي حصل ده هيأثر على مساعدته ليكي؟ اللي هو محمد راجل حقاني، وخصوصا انه لما سمعك قال انك عندك حق، وحسين كمان اكد نفس الكلام. طب خليكي مكانه، حطي نفسك في مطرحه. لما يلاقي بنته داخله عليه وبتشتكي له من اللي اخوكي عمله فيها، تفتكري بقى هيرفع سماعه التليفون ويكلمنا تاني؟ يبقى انت بقى ما تعرفيش اللي هو محمد كويس. انا متاكده انه لا يمكن يعمل كده. اتفضل. شكرا. استريح شويه، عاوز حاجه؟ لا، خش ارتاح. عندي تصبح على خير. وانت من اهله؟ بيني وبينك اللي انت عملته صح يا محمد، يا اما كانت حياتك كلها كانت تبقى جحيم في جحيم. وبعدين دي بنت راجل كلنا بنحبه وبنحترمه، وبصراحه الراجل اخلاق عاليه قوي. ما هو ده اللي انا عامل حسابه يا عزيز. بيني وبينك ابوي وامي ساكتين غصب عنهم، وما فيش حاجه في ايديهم يعملوها. هما شافوا ان دي رغبتي فسكتوا. المهم ان هما ما يربطوش بين موضوع المهندسه ايناس وبين قرارك ده. ما هو ده برضه تعبني، بصرف النظر اذا كان اللي هو محمد هيعمل حاجه ولا مش هيعمل. بيني وبينك اللي حصل بيني وبين السرير ما كانش وقته خالص. ما انا خايف برضه ايناس تزعل وتقولي ما كنتش قادر تستنى شويه. ايه يا خليل مالك؟ نسيت عزبة الصعايده ولا ايه؟ ازاي يا حاج؟ ده انا حتى قاعد دلوقتي في اوضه العمليات. اصل العمليه الليله العياشي مرتب كل شيء. حاضر يا حاج، هبعت لك زيان حالا. مع الف سلامه. وانا ذنبي ايه؟ أنا أول مرة أسمع الكلام ده برضه زيك بالظبط. يعني ما سمعتيش قبل كده عن حاجة من دي؟ تروح عزبة الصعايدة الليلة الدخلة، أنت خابر هتعمل إيه؟ روح. خلاص بقى، اقفل المناقشة دي دلوقتي، نبقى بعدين نتكلم. أنت فاهمة الكلام اللي قاله عمي ده معناه إيه؟ معناه إن أبويا لا كان عنده أرض ولا عمره باعها. وأنت إيه اللي مزعلك في الحكاية دي؟ عمي ما كانش يعرف بموضوع ان ابويا هيستقيل ويروح يقعد في البلد اللي بيقول عليها عزبته، هو اصلا لسه مشتريها من مده قصيره. برضك ما فهمتش، ايه اللي مزعلك في الحكايه دي؟ ابويا كان فقير. كلنا فقراء، ما غني الا الله وحده. طب بابا ليه كان بيكذب علينا؟ كان بيجيب الفلوس دي كلها منين؟ نادر، تجرالك ايه يا نادر؟ كنت فين؟ كنت مطرح ما كنت. راجع عدل، كنت فين يا ولد؟ خلاص بقى يا ست محاسن، ليه كان بيلعب كوره مع اصحابه؟ كوره ثلاث ايام يا عم جمعه. ما الدوري سنه يا بنتي، ما جاتش من ثلاث ايام. وبعدين يا ست محاسن ده شباب عايز ينطلق كده وكده، ما حدش يقول له كنت فين؟ جيل خير جيلنا يا اختي. ها، بس المهم ان الولد ما عملش الغلط. خلاص عفى الله عما سالك بقى، يبوس على دماغك وخلاص. من فضلك يا استاذ جمعه، من فضلك سيبني اربي ابني بطريقتي. ستي ربي زي ما انت عايز، هو يكش حتى تقطم رقبته. الله، بس انا بقول بقى نلم الدور يعني، وما نعملناش فيلم هندي في رصاص الليالي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا عايز اعرف انت تطلع مين بالظبط. الله 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 الله، انت مش عارفنا خالد؟ الله يسامحك يا ابني، ده عمك جمعه ابو ادهم بتاع بورسعيد. اهو بص، انا يا ابني اللي ياما جبت لك اللي بان واللي ما بانش كمان. ده يا ابوك الله يرحمه جه خد لك من عند الشرطات الجنس. نسيت يا خالد؟ نسيت المايوهات اللمية دي اللي كنت ببعتها لك معاه؟ حب عراسها يا ابني، حب عراسها واستسمعها
طب دي مش هتعرفوا قيمتها الا لما تموت. اسكت 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 خالص اسكت، انا عايز اتكلم مع ابني. سكت سكت اهو. هو انتوا كده؟ بعلمك بقى، اللي يسكت عن الحق مش كويس، ربنا هيحاسبه. اللي يقول الحق عندكم ما ينفعش. قومي قومي يا رضوى، اعملي شويه شاي. والله العظيم هو انت يا حبيبي ما تعرفش تقعد على الكنبه الا وانت لابس الجزمه؟ نزل رجلك يا ولا. وتقتل عزوز في غمضة عين. بعد ما تأكدوا ان انا وصلت له خلصوا منه. وخسرت القضية. اكيد اخسرها. وخسرت اخواتك. وازاي ما بقوا معاك في غمضة عين دلوقتي هيروحوا للكفة الراجحة. الله، ده انت بقيت بتفهم بسرعة اهو. كل اللي دمهم تقيل كده. قولي بقى، انت ازاي قدرت توصل لاتفاق مع الحاج هارون؟ ازاي قدرت تاخد منه الشيك ده؟ لا، الاتفاق كان واضح. اقنع خالتك وولادها يرجعوا الفلوس مقابل نص مليون جنيه ليا. والفلوس دي بقى كانت بتاعت مين؟ لا اكيد ما كانتش بتاعت الحاج هارون، والا ليه كان هيساومني عليها وهي بتاعته؟ طبعا كلنا عارفين ان المرحوم كان بيشتغل بفلوس الحاج هارون، لكن برضو اكيد كان عامل له خميره رائد عليها. وانت بقى ناوي تعمل ايه؟ انت اللي بتسالني السؤال ده بعد الحبسه دي كلها يا عم نصر. اجابه السؤال ده عندك انت. اكيد هتعمل حاجات كتيره قوي. امتى امتى بس؟ قريب قريب قوي يا عيد. اسمع يا نادر، انا ماليش صالح باللي بتقوله ده. اذا كان ابوك فقير ولا غني فدي مش شغلتي. اذا كان عمك بقى مال دماغك بكلام فارغ فلا انا ولا امك لينا صالح بالحكايه دي. وما تنساش الحاله اللي فيها امك، امك حامل ومش هسمح لمخلوق يعكر دمها. هارون، انا قلت كلام مفهوم وواضح، بس انا لازم اعرف الحقيقه. اعرفها بعيد عننا. هارون. ايه يا سميره؟ انا صبرت كتير عليه، حاولت اقربه ليا اكتر من ولادي اللي من صلبي. ولادك؟ ولادك اللي من صلبك هما اللي بيتهموك؟ بيتهموني بيه باني ببعزك فلوسي عشان بجيب لك كل شويه عربيه. هو ده اللي متضايقين منه ولادي. خلاص يا سيدي، انا اللي غلطان، حقك عليا. نادر خلاص بقى، عيب كده. يلا اتفضل خش نام. انام؟ حاضر يا ماما. الله، نادر نادر. تصبحي على خير سميرة. انا مش هسمح لمخلوق يعكر دمك. انا ده مش كويس على البيب اللي في بطنك. انت بتقول ايه يا فواد؟ بقى الشيخ همام يعمل ايه؟ وقبض 50 باك من ولاد الحاج هارون عشان ما يخلوهوش يطول صوت واحد من العزبه. عشان كده عبروا لنا نتقبل الباشمهندس حسين. تفهمين يا رجاله، الشيخ همام ولاد الحاج هارون متفقين على الراجل اللي عم بتبدا من خيره. وما فيش راجل من البلد بيقول رايح على بحري، وكلهم بيقولوا رايحين للحاج هارون السعداوي. وعشان كده يا رجاله لازم نفهم الخلق الحقيقة، نقول لهم ايه اللي هيحصل. وزي ما انتوا عارفين العزبة كلتها هتسمع كلام الشيخ، وحرام نخسر الراجل اللي خيره علينا. واحنا معاك يا فوار. وانا يا علا يفت على عشيتي باسم الحاج هارون. شوف الشيخ همام هيعمل ايه. وانت يا عياشي خلينا بعيد يا فوار، انا مش ناقص، ده شيخنا وحماي. طب ويعني يا اخويا ما كان حماينا كمان؟ خايف يا عياشي لما انا هضبط على الصور دي بيدي. كلام ايه بقول يا فوارد؟
تعود تحرق العلبه باللي فيها ولا ايه؟ مش مصدق يا عياش ان الشيخ قبر من ولاد الحج هارون؟ والله لا لو مكانك لبعت مرتي تاخد حقها من 50,000 جنيه اللي لها افهم الواحده. مين اللي قال لك ده؟ انت انت يا راجل انت يا راجل. والله يا حاج احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا. البركه فيك بقى. الله يخليك الله يخليك. الشاي يا جماعه. ميرسي يا امين. متشكرين جدا يا حاج متشكرين جدا مع الف سلامه. مصيبه يا جماعه مصيبه. ايه في ايه؟ ايه روح حريق قضى على عزبه الصعيده كلها. ايه اسمع يا خليل، انت تروح له للعزبه والمستشفى اللي بتعالجوا فيها، اتوزع على كل واحد قرشين كويسين لحد ما اجي اشوفهم بنفسي. اعمل اللي قلت لك عليه. ايه يا جميل انت يا مجنني، هتفضل قاعد كده؟ عاوزني اعمل ايه؟ عاوزك تقوم تفرفشي، بلاش تعكير دم امال. اللي في بطنك ده حلم عمري، لازم انت تصدقيني. ولدي كبير ويعرف يعيش لوحده ومعاه فلوس تكفيه، اعمل ايه بس عشان ما تعكريش دمك؟ ده ابني يا هارون، ابني الوحيد اللي مالوش غيري. واللي في بطنك ده مش ابنك؟ ده اولى بالرعايه والاهتمام. فرفش اعملي معروف، بلاش تعكير دم اللي ياثر على الواد. انا حاج هارون ما عادش في مطرح يلمنا. ولا مطرح يلمنا ولا يلم عيالنا. ما عادش ليكم مطارع كيف وانا موجود. اللي حصل ده امر الله. كل اسبوع بالكتير وكل واحد فيكم هيكون له مطرح. تروحوا المكتب الكبير هتلاقوا الاستاذ خليل هناك. كل واحد فيكم يديله البيانات بعدد الولاد وكل اسبوعين وكل واحد فيكم هيبقى له مطرح. تعيش يا حاج هارون. السلام عليكم. الحاج هارون صرف مبلغ لكل عيله وده واجبه ناحيه اهله وعشيرته. وكل صعيد في اسكندريه من شرقيها لغربيها عمل كده، وده واجب عليهم كلهم، واجب كل مصري. لابد كلنا نوقف يد واحدة، القادر يساعد المحتاج. وها يوم ليك ويوم عليك يا ولدي، ولا النهار ده بنديه بيجي اليوم اللي ناخد مني. لكن اللي انت عملته يا ولدي انت واللي زيك ما حننساه واصل ولا حنقدر نرده. احنا ما عملناش غير الواجب يا شيخ همام، وانت دلوقتي تقدر تروح وترتاح وتطمن خالص، احنا موجودين.
وإدارة المستشفى مش مقصرة في أي شيء. ربنا يديك يا ولدي على كد نيتك. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا حاج. ألف سلامة. الله يسلمك يا ولدي. يا جماعة هنفضل واقفين كده ولا إيه؟ مصطفى. أيوة حسين. أنت تنزل تجيب الوجبات اللي اتفقنا عليها. يلا. أنا يا حاج. يلا. وأنتوا يا جماعة كل واحد فيكم عارف هيعمل إيه. يلا. ما تقلقش يا حسين ما تقلقش. يلا. أنا عرضت الموضوع بالكامل على سيادة المحافظ وأمر سعادته بتخصيص وحدات سكنية فورا لكل اللي اتضروا من الحريق. وهو ده بالظبط اللي احنا عاوزينه. ويا ريت يا فندم يا ريت المحافظة تفكر في محاولة بناء حياة كريمة للأسر دي، وخصوصا بعد ما يستلموا الوحدات السكنية، لأنهم دلوقتي ما يملكوش يشتروا أي شيء من مستلزمات الحياة، لأن الناس دول يا فندم محتاجين الحاجات الضرورية علشان يقدروا يعيشوا في المساكن دي. يعني لو المحافظة صرفت معونات مع الوحدات السكنية يبقى شيء كويس جدا. مفيش مشكلة، أعرض الطلب على سيادة المحافظ وإن شاء الله هيوافق. ست هانم مرات أبوكو حامل، وحامل يعني هتولد، وأما تولد هتبقى خلفت، وكلها 7 أشهر بالتمام والكمال، ويشرف المحروس أخوكو اللي أبوكو كل يوم يذبح له عجل من فلوسنا وحالف ما يقطع له عدل لحد ما يشرف. وعبال ما يشرف هنكون إحنا خدنا كل حاجة. قصدك القضية يعني؟ لا طبعا، دي هتتأخر شوية، لأن خليل ماهوش عبيط، هيطلب التأجيل أكتر من مرة. قول اللي في دماغك وقصر يا نصر. إحنا لازم نحجر على أبوكو، بس مش لوحدنا، لازم يبقى معانا أمكو وأخواتكو البنات. إزاي يا فالح؟ يعني إحنا نعرض عليهم الأمر، بس بشرط. قصر. قصر إيه؟ الأول تبقى منى، وبعدين نهلة، والأخيرة تبقى ماما. طب ليه كل ده؟ يا عبال ما تخلص القضية هناخد كل حاجة بالذوق. يا حبيبي انت مش فاهمني، انا عاوز افتح على ابوك اكتر من جبهة، ولا ايه عمدة؟ طب دلوقتي ايه المطلوب من ماما واختك البنات؟ توكيل رسمي عام باسمي، وسيبوا الباقي علي انا. ده غير ان كل املاكه ناوي يكتبها باسم المحروس اللي هيشرف، اللي هو فاكر بقى ان ده ما هنا يا ما هناك، وده بقى اللي هيحقق له كل احلامه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده ايه؟ هو في حاجه بتستخبى؟ ده بكره الهانم كمان تطمع في الفيلا اللي انتوا عايشين فيها دي. انت منتظر ايه من ابوك؟ انه يقول لك خدي؟ انت النهارده بتلاقي الفلوس وبكره مش هتلاقي حتى تمن بنزين عربيتك. دي الهانم مسيطره على عقله خالص. الكلام اللي انت بتقوله ده يا نصر هي دي الحقيقه. اسمعي يا منى، عماد وصلاح عملوا لي توكيل عام، هنرفع على بابا قضيه حجر. حجر؟ ايوه، هنطلب من المحكمه تحافظ لنا على حقوقنا، والمحكمة لما هتلاقينا كده كلنا مع بعض عزوة وخايفين من بابا هتوافق وتحافظ لنا على حقوقنا. ها قلت ايه؟ مش عارفة. لازم تعملي لي توكيل. ألف ألف مبروك يا محمد. لا محمد ايه بقى؟ يا سيادة وكيل النائب العام. الله يبارك فيك يا عزيز. خلاص بقى، ما عدناش تاني هنفطر مع بعض في بحري؟ ومين قال؟ مش يمكن اخدم في نيابه الرمل وافضل في قرابيزك؟ بقول لك ايه، انا عايز اروح البيت دلوقتي حالا عشان افرحهم. تفرح اللي في البيت ولا اللي بره البيت؟ الاثنين. سلام. مع السلامه. بجد قول والله العظيم. الف مبروك، الف مبروك يا محمد، مبروك يا سياده وكيل النائب العام. لا المرة دي مش هتنزل عن هديتي ابدا. خلاص هستنى منك تليفون. اوكي حبيبي، باي باي. منى منى، محمد نجح في اختبارات النيابة وهيجي يقابل بابا. هيقابل بابا؟ بابا مش فاضي، بابا كل يوم بيفسح الست هانم
ويذبح عجل للمحروس اللي هيشرف كمان 7 شهور واللي هيجي يعيش معانا هنا في الفيلا. فيلة ايه ومحروس ايه؟ المحروس ده هيبقى اخونا المدلل واللي هيحقق لبابا حلمه، هيبقى ضابط ومهندس ودكتور في وقت واحد، واللي املاك هارون السعداوي كلها هتبقى باسمه هو وامه، واحنا يا دوبك هنبقى جواري لسعادته. خليك انتي مشغوله بس محمد بتاعك ده. مين اللي قال الكلام ده؟ مش مهم مين اللي قال الكلام ده، المهم دلوقتي تعرفي حاجه مهمه، ان احنا دلوقتي اللي بنطلبه بناخده واللي بنعوزه بنلاقيه، لكن بكره الهانم مرات بابا هي اللي هنبقى نطلب منها تمن بنزين العربيه. منى الكلام ده صحيح؟ ايوه، ولو عايزه المحكمه تضمن لك حقك اسمعي كلامي واعملي اللي هقول لك عليه، بس من غير ماما ما تعرف. هنعمل ايه؟ الف مبروك يا ابني، الف مبروك. الله يبارك فيك يا بابا. الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. مبروك يا سيادة وكيل النيابة. الله يبارك فيكم كلكم. سامحيني يا ناس. لا يا محمد، انا نسيت الموضوع ده خالص، وبعدين سواء بالله محمد الصواف او من غيره انا مش هسيب حقي، وهحارب بكل قوتي لغاية ما رجعه. وانا معاك. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا ابو سباع؟ الله يخليك يا باشا. ازيك يا ست سعاده؟ ازاي حضرتك؟ اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا يا ابو حميد، ازيك؟ انا عرفت الخبر الجميل ده، قلت لازم قبل ما اروح البيت افوت عليك عشان اقول لك مبروك. الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا فندم. ازيك يا اماني؟ ازاي حضرتك يا عمي؟ اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل. اهلا وسهلا يا باشا. ما عدناش بنشوفك يا ابو السباع. والله غصب عني يا باشا، اصل لا اصل ولا فصل يا راجل، ده العشره ما تهونش على اولاد الحلال. وانت يا ست سعاده، ام نسرين ما وحشتكيش يعني؟ وحشتني قوي هي ونسرين. طيب عنوان البيت لسه ما اتغيرش؟ احنا كنا جايين نزور حضرتك يا فندم. وانا مستني. على فكره يا ايناس، أنا كلمت ناس كلموا رئيس مجلس الإدارة، والموضوع خلاص قرب يتحل إن شاء الله. متشكرة قوي يا عمي، ربنا يخليك لينا. يا سلام، الكلمة دي حلوة قوي. ما تنسوش يا أولاد إن لكم عم اسمه محمد الصواف. يا سلام يا باشا، ده أنت عم الكل وقامك فوق الراس يا باشا. طب أستأذن أنا. ما بدري يا باشا. لا معلش، عندي اجتماع بعد الظهر. مع ألف سلامة، أنست وشرفت. سلم لنا على الست عواطف ونسرين. يوصل ان شاء الله. سلام عليكم. شرفتوا انيس يا باشا، شرفتوا انيس يا باشا. الف سلامه. شفتوا يا اولاد، احنا مقصرين في حق الناس قوي. ايوه يا ماما صحيح، المفروض نروح نزورهم، لان اكيد طنط عواطف زعلانه مننا. يبقى من الواجب انك تروحي تزوريها النهارده وتاخدي معاكي. انا يا بابا، انا هروح مع ماما عشان ما حدش يشيل حاجه في نفسه. صح يا ابني، راجل باقي علينا يبقى احنا كمان لازم نبقى باقيين عليه. شوف يا سعيد، انت اخويا وملناش غير بعض، عشان كده انا هساعدك واقف جنبك في المشروع بتاعك، بس انت عارف بقى محدش ضامن الموت بالحياه. صحيح انا على خلاف بيني وبين مراتي، بس ده ما يمنعش اني احافظ على حق اولادي. شوف انا جايب لك العشر بواكي دول توضب بيهم المحل وتعمل شويه ديكورات حلوين كده. انت عارف الدنيا تحب المظاهر. استنى اما اخلص كلامي. قول يا اخويا، قول زي ما انت عايز. انا عايز مراتك تكتب المحل باسمي ده، بس عشان اضمن حقي، وانا هجيب لكم احسن بضاعه في السوق، وانت وهي عليكم الاداره، وانا مش هعتبه. انا مش عايز حد يعرف ان انا شريكك حتى، ولا حتى انك شفتني. حاضر يا اخويا، انا هقلق البنت صرية بالموضوع، وهقول لها انك بعت لي مرسال هو اللي بلغني بالكلام اللي انت قلته، عشان يا اخويا محدش يعرف اني قابلتك. جدع. مش اتاخرت قوي؟ وانا سمعت صوت نسرين
ليها حق ما تسلمش علينا. الهانم بتقول انها تعبانة. ألف سلامة، هي فين؟ استني يا ماما، يلا نمشي. الهانم بتقول خدوا الحاجة اللي جبتوها معاكم. بيقولي الهانم متشكرين. يشرف ويبقى عندك اتنين بدل واحد. اتفضلي روحي له. اكيد قايل لك هما خمس دقايق، خايف لا يتعكر دمك. اتفضلي بقى. عيشي في جنة عزبة تبقى انت الملكة الوحيدة فيها يا سميرة. انا معايا فلوس كتير قوي، 5,000,000 جنيه يا سميرة، تمن شرف اللي بعته من زمان يا سميرة، تمن الخوف والقلق اللي عايش فيهم من يوم الراجل ده ما دخل حياتي لحد دلوقتي، ويمكن لحد ما اموت كمان. الفلوس دي حق يا سميرة. استغفر الله العظيم، انا مش مصدقه ان يطلع منها العيبه بالشكل ده. طب ده اللي هو محمد راجل ذوقه بيفهم في الاصول. على العموم يا ماما ده كان متوقع، وبعدين حطي نفسك مطرحها هتلاقي نفسك بتعملي اللي هي عملته. انا اطرد الناس من بيتي بعد الشر ده؟ حتى لو قاتلين لي قتيل ما اعملش فيهم كده. خلاص يا ماما بقى ما تكبريش الموضوع، وبعدين مش لازم اللي هو محمد السواف يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، خليه يعرفه من بيته، واحنا بقى نتعامل معاهم عادي خالص. لا يا بنتي، لازم نقول للست اللواء دي مراتي وابني اللي اتعمل فيهم كده. وبنته ومراته هما اللي عملوا كده، يبقى لازم ما نكبرش الموضوع يا بابا، لان محمد نفسه كان متوقع ان ده يحصل. انا خايفه على محمد يروح لهارون لوحده. خايفه من ايه يا ام محمد؟ هو هارون بيعض. طب ما روحتش معاه ليه؟ هو اللي طلب كده، هقول له ايه يعني؟ يلا يلا
لا إله إلا الله محمد رسول الله. ادعيلي يا رب. وكيل نيابة حتة واحدة. والله ومشي معاك حلاوة ابن أبو حجر. كان عنده من كام يوم بس الضابط غير الوكيل نيابة. سبحان الله، أنا عندي ثلاثة زفت وقطران اتغيروا لنيلة وهباب. كنت بتقول إيه يا سي محمد؟ أنا بطلب من حضرتك إيد نهلة. أبوك سبق وطلب نفس الطلب قبل كده. بس أنا متمسك بنهلة يا عم. وأنا برد عليك دلوقتي نفس الرد. أنا ما عنديش بنات للجواز. تشرب قهوة؟ شفتي؟ عشان تعرفي إني كنت صح لما قلتلك تعملي التوكيل. أهو في أول طريق سعادتك اعترض. بس أنا هتجوز محمد. المهم حقوقنا ما تروحش. واضح ان الحربايه خلته يكرهنا. يكرهنا؟ طب انا هروح له واقول له اني هتجوز محمد، وهقول له كمان اني عملت توكيل لناس عشان ارفع عليه قضيه. قضيه ايه وتوكيل ايه اللي بتتكلمي عنه؟ توكيل لنصر يا ماما. توكيل لنصر؟ اوه عايزين تحجر على ابوكم؟ تتهموه بالجنون؟ ليه؟ ليه ده كله؟ خلاص ما بقاش في قلوبكم رحمه؟ وهو يعني اللي في قلبه رحمه ما عايز يحبسني ويجوعني ويجوعكم انتوا كمان. وعلى فكره بقى، الست هانم مراته حامل. عارفين يعني ايه حامل؟ يعني هتولد، وهي واكله دماغه وناوي يكتب كل املاكه باسم المحروس اللي في بطنها. يعني ما حدش فينا هيطول من حقه مليم احمر. يبقى فين الرحمه بقى يا ماما؟ يا ماما احنا بنحافظ على ابونا. تحافظ على ابوك؟ تتهمه بالجنون يا ماما؟ يا ماما احنا بنحافظ على ثروه ابونا. تحافظ على ثروه ابوك وتخسروه هو؟ تحطوا الفلوس في كفة وأبوكم في كفة؟ إيه؟ أنتوا خلاص؟ ممكن في يوم من الأيام تبعونا عشان خطر مصلحتكم، عشان خطر الفلوس. لا مؤاخذة بقى، في الزمان ده الفلوس بقت هي كل حاجة. أنت تسكت خالص، أنت مش فاهم أي حاجة. عمر الفلوس ما كانت كل حاجة، فاهمين؟ القضية دي لازم تتلغي حالا. لا بقى، ده يبقى الظلم بعينه. وما دام عينيكوا بقى مش عايزة تصدق الحقيقة وتشوف العز اللي عايشين فيه مرات أبويا وابنها. يا ماما ده جايب لابنها عربية عمره في حياته ما فكر يجيب لك عربية بنص تمنها حتى. ولا شقته الجديدة، ولا شاليه مارينا، ولا القعدة في الاوتيلات الفايف ستارز. ده غير كمان انه يعمل لهم مستقبلهم، وسابنا احنا من غير مستقبل. صحيح احنا فشلة، بس برضه كان ممكن يعمل لنا مستقبلنا. مستقبل ايه؟ انتوا ما عملتوش أي حاجة، وعايزين من أبوكوا يعملوكوا كل حاجة؟ عشان كده انتوا فاشلين. طول ما انتوا معتمدين على غيركم عمر ما هيبقى لكم مستقبل. الكلام اللي قالته ماما لازم يتنفس. لا يا نهلة، احنا هنعمل اللي في دماغنا. انت هتاخدي شهادتك ويجي واحد يجوزك ويصرف عليكي. احنا بقى لازم نطمن على مستقبلنا. يعني ايه؟ مفيش فايده؟ يلا يا بنتي يلا. انا عاوز الموضوع ده ينتهي فورا، لازم نخلص منه، لازم ان الواد ده يبعد عن البنت. خلاص يا حاج، نطور القلم اللي كنا محضرينه لاسماعيل ابو حجر والزعيمه بنته، ونخليه يوجع سياده وكيل النيابه قبل ما يستلم شغله. كويس، العموم احسن ما اسحب عربيات البنات واقعدهم في البيت. لا يا حاج لا، اطمن، كل حاجة معمول حسابها. تقول لي، هي المحافظة وزعت الشقق على أهل العزبة؟ الدفعة الأولانية اتسلمت. وعرفوا إن أنا اللي جبتها لهم؟ طبعًا، أنا قلت لهم الحاج هارون قابل المحافظ وكلمه، بس في إشاعة بيرددها اللي حوالين اللي اسمه حسين ده، وبيقولوا إنه هو اللي كلم المحافظ، بس بصراحة الناس مش مصدقاه، مصدقين بس إن أنت اللي عملت كده. أبوك سبق وطلب نفس الطلب قبل كده. بس أنا متمسك بنهلة يا عم. وأنا برد عليك دلوقتي نفس الرد. أنا ما عنديش بنات للجواز.
بطرخين واخر لوز يا عاشا. يا منصور تاخد بورج؟ ما بحبوش انا بتاع الوش ده بلحم ابيض. يطلعوا دي السمك اللي معاك دول؟ دول يجوا 3 كيلو ونص. هم 10 جنيه ما فيش غيرهم. ما ينفعوش يا عم اسماعيل. طب ده انا شقيان فيهم من الفجريه، خليهم 20 جنيه. 20 ايه يا ولد؟ ده انا مرتبي كله 180 جنيه. واني وزاره الشؤون الاجتماعيه بس عليا النعمه ما يبلو عليك. والله ما حد ياكلهم غير يطفعهم اللي ياكلهم غير. امسك. سبتحك فول. يلا اتكل. نهاركم ابيض، نهارك فول يا حصول. حضرتك قاعد هنا وانا عمال بدور عليك في اسكندريه بحاله، وكل ما اسال امك عليك تقول انك مسافر. من يوم ما رجعنا انا ما خرجتش من هنا. وانا كمان من ساعتها في خناق معاهم في البيت، ما حدش عايز يصدقني، بيقولوا عليا ان انا خلاص بقيت اخرف. يا بختك عرفت تقول، لكن انا ما عرفتش انطقها، ما عرفتش اقولها، حتى لما شفت امي ما عرفتش اقولها. بتفرق في ايه يعني؟ انت ما قلتش وانا قلت، لكن في النهاية محدش عايز يصدقنا احنا الاثنين. يلا الحال من بعضه. طب ما نبلغ البوليس. هنبلغ البوليس نقول له ايه؟ ان انا وانت حاسين ان هارون السعداوي قتل ابو كل واحد فينا. بس لو يظهر بس اللي اسمه عيد. عيد؟ عيد مين؟ جوز اختي. اللي خد الفلوس. بعدين يا نادر لازم نلاقي دليل. ايه دي يا اسماعيل؟ ايه دي يا بيه؟ هتستهبل؟ ما هي كانت في شنطتك. جبت منين الحشيش يا اسماعيل؟ حشيش ايه يعني يا بيه؟ ده راجل صاحب عيال. ده انا ابن حبيب اوكيل نيابه. قوم اشيل حشيش. قصدك تتاجر في حشيش؟ ما هو مش معقوله كل دي للتعاطي. لا 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 يا علي بيه، لا ده حد مدبرها لي. لا انا راجل لا بتاع كيف ولا بتاع مزاج، ده انا السيجار ما بجربهاش من بوقي. قوم اتعاطى الهباب دي؟ لا ده انت عارف كده كويس. لا يا علي بيه اعمل معروف، انا عندي بنات استر عرضي، شوف مين مدبرهالي. الكلام ده تقوله في التحقيق. الجريمه اللي قدامي يعاقب عليها القانون. لما يسالوك في المديريه يبقى قول اللي انت عايز تقوله. مديريه؟ الو؟ ايوه اسماعيل، اتاخرت ليه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه يا اسماعيل؟ يا مصيبتي السودة. ايوه يا بابا. الو الو، في ايه يا ماما؟ في ايه؟ ابوك حبسينه. حبسينه؟ انا بريء يا ابني، انا ما عملتش كده خالص. دي واحد ده سالف في الشنطه يا محمد، والله العظيم انا بريء. يا بابا كلنا عارفين ومتأكدين انك بريء. انت مش محتاج تحلف ولا تأكد لنا، وان شاء الله ان شاء الله تخرج من هنا مرفوع الراس. مرفوع الراس بعد ما حطيت راسكم في الارض، بعد ما كنت رايح تستلم وظيفتك وانت. انا متأكد انك بريء وانك احسن اب في الدنيا. يعني ما بتكرهنيش يا ابني؟ يعني مش انا سبب تعاستك دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. ربنا يكرمك يا ابني. انا اطلعت على محضر التحقيق، هو واضح فيه صدق اقوالك وشهاده الضباط اللي انت اشتغلت معاهم بتعزز موقفك،
وان شاء الله لما تتحول على النيابه فرصتنا هتبقى كبيره ان القضيه تتحفظ. كله بامر الله. والله يا جهازي اللي كان السبب. القضية دي متدبرة لبابا والمقصود بيها بابا ومحمد. مين اللي عايز يقسي محمد؟ مين اللي عايز يدمر بابا؟ مين؟ بابا هيخرج من القضية دي سليم، بس أنا صعبان عليا محمد قوي. فكرك هيردوا يسلموا شغله وأبوه متهم في قضية مخدرات، يا عيني عليك يا بابا. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. اتفضل. اسمك ايه؟ محمد اسماعيل ابو حجر. اهلا يا محمد، خير؟ انا صدر قرار بتعييني اول امبارح. انت خريج الشرطه صح؟ بالظبط كده يا فندم. اه افتكرت، انا متابع موضوعك. طبعا انت لسه ما استلمتش عملك. مش هقدر استلمه يا فندم. ليه؟ امبارح بالليل بس اتهم ابويا ظلم في قضيه مخدرات، واعتقد ان ده شيء يسيء لوظيفتي. في دايره ايه؟ ابويا مساعد شرطه ولسه تحقيق مفتش الداخليه ما انتهاش، وعاجلا او اجلا هيتحول للنيابه العامه، لأن الكمية المضبوطة مش كمية تعاطي. إتجار؟ أيوة يا فندم، موضوع اتدبر له يعني بشكل. الحقيقة أنا مش عارف أقول لك إيه. قلت لي اسمك إيه؟ محمد إسماعيل أبو حجر يا فندم. اسمع يا محمد، إحنا طبعا مش عايزين نسبق الأحداث، لما نشوف تحقيق مفتش الداخلية هيوصل لإيه، لكن ما اقدرش اقول لك استلم عملك. انا شايف انك تنتظر لحد الفصل في القضيه. ده الشق الاولاني اللي انا شايفه برضو يا فندم. اما بقى عن الشق الثاني فاتفضل استقالتي علشان اقدر ادافع عن ابويا. بس قانونا الاستقاله لا تجوز بما انك ما استلمتش عملك. بس قراري الوظيفي صدر من يومين، يعني صفتي الوظيفيه اعتمدت، واعتقد ان استقالتي اشرف لي من فصلي او من قرار تجميدي. اسمع يا، انت قلت لي اسمك ايه؟ محمد اسماعيل ابو حجر يا فندم. اسمع يا ابو حجر، انا شايف انك تاخد لك كام يوم اجازه لغايه المحامي العام الاول ما يرجع،
وبالمناسبة أنا في أجازة لمدة أسبوع من النهاردة. أنا هعرض الموضوع على سيادته وربنا يوفق. وبعدين مفيش صول يربي ابنه ويعلمه ويدخله كلية الشرطة ويتفوق ويتعين في النيابة ويكون بيشرب سيجارة مش مخدرات. امسك يا ابني، ما تحرقش قلب ابوك عليك يا. انت قلت لي اسمك ايه؟